تمام، وبالتالي كل الارقام دي يا كريم تودينا ان احنا عندنا منتخب قوي جدا نقدر نحط طموح لنفسنا ان احنا ليه ما نوصلش للدور النهائي. طبعا بس اعتقد برضك كابتن اسلام يعني اعتقد يعني فنيا مفيش فوارق كبيره، واعتقد ربما كمان يبقى عندنا افضليه. انا بس اللي بخاف منه هي الجزء النفسي والمعنوي، لما انت يعني في الالعاب بعيد عن الكوره يعني ربما يكون بعض الاحيان لما انت بتلعب فريق بس خلي بالك مسانده كبيره جدا بسم الله ما شاء الله طبعًا. النهارده من بعد الفوز ومن قبلها الحقيقه يعني كل القنوات تقريبا بتفتح ايديها للمنتخب لانه يستحق الحقيقه. صح يا كابتن، مثلا انا بتكلم على اللعيبه نفسها، اللعيبه لما بينزلوا قدام منتخب ربما هم ما حدش كسبه قبل كده يعني في تاريخ المنتخب. انت بتتكلم على اللعيبه الشخصيه، اللعيبه نفسها. بتكلم على اللعيبه نفسها، اللعيبه يعني تاريخنا عمرنا ما كسبنا فرنسا ولا ودي ولا رسم. ساعات بتعمل بعض الحواجز النفسيه اللي هم لازم تغلبوا عليها، يعني لازم دايما يبصوا لماتش ان شاء الله بعد بكره، ان هو ماتش انا اقدر من خلاله اكتب تاريخ. لازم اللعيبه تبقى داخله بدوافع قويه جدا 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 عشان تقدر توازن بيها الحته. ان انا مثلا اخر ماتش انا اتغلبت من فرنسا بالخطا التحكيمي اللي احنا شفناه في اخر ثانيه، ده حتى لو ماتش ودي بس كان الماتش كان واخد طابع رسمي، وشفنا المنتخبين بيلعبوا بروح كبيره لغايه اخر ثانيه. فانا شايف ان احنا ان شاء الله اعتقد دي كانت نفس المشكله كانت عندنا مع منتخب روسيا وكسرناها في بطوله العالم بتاع 2001 اللي انا بتكلم عليها، ان احنا في 2001 دي كان اول مره في تاريخ مصر تكسب تعدي دور الثمانيه، وكان دايما المنتخب الروسي ساعتها كان عندنا ازمه، يعني كان عندنا ازمه معنويه ما بنكسبوش خالص لغايه لما جه في البطوله دي كسبنا روسيا في دور الثمانيه، بس اتغلبنا طبعا من فرنسا بالمجاملات التحكيميه اللي حصلت ساعتها. فانا اتمنى ان شاء الله ان الجهاز الفني بجانب امور فنيه يبقى فيه جانب اعداد نفسي كويس عشان نقدر نلعب المباراه دي. انا برضو خايف من الدقايق الاخيره نبقى متقدمين فرق 3 أو 4 أهداف، والعوامل النفسيه ساعات في الاخر كده مع بعض الامور البدنيه بتخلينا نخسر المباراه. ده حصل في الماتش الودي الاخير في فرنسا. بس